واحد الدريه صغيره، حنا جالسين كنفطروا، جات واحد الدريه الصغيره قالت لنا جورا جايين شي وحدين بالطوموبيلات. خرجنا بحال هكا كيبان لينا جاي واز تليفون وجا علينا، اجو نتوما علاش تبنوا، اجو نتوما علاش ساكنين هنا، علاش هذا. جا بدا كيريب، ما هضر معانا، ما ورانا ورقه بانه عنده امر بالهدم، خاص يكون عنده امر بانه غادي يهدم لينا، ما ورانا لا ورقه لا والو. جا ريب لي، بدا كيعطى الامر، بدا يريبو من هنايا، وهو دخل عندنا. ما عندناش حق، هو يبقى اللور وما يدخلش عندنا حنايا للدار، وحنا غير عيالات، هو راجل ما عندوش حق يدخل عند العيالات. دخل عندنا، ماما شاده كريز ديال العصب كطيح بالعصب، واقفه تمايا. ملي دخل بدات كطلب فيه، هو نطر واحد الخاميه كانت واقفه مورا ماما، نطرها، جات ماما بغات تبوس ليه يدو، دار لها بحال هكايا ودفعها وهي عندها الهشاشه ديال العظام. طاحت في الارض وبدات كتغوت، لربي اللي خلقها. هو ملي شافها بدات كتغوت، خرج برا وضرب راسو، راه ضاربه وهي ما مساهش. خرج من هنايا، راه كلشي الناس كانوا حاضرين هنايا، خرج وقف هنايا بدا كيهضر في التليفون، ما مضروب ما وقع عليه والو، طاح هنايا بالعاني طاح، وحنا شايفينه طاح هنايا، هو راه ما مضروب ما والو، غير جلس بحال هكايا وبدا كيهضر، ما عرفت معاه من شي مسؤول كيهضر معاه. ناط ثاني بدا كيغوت هنايا، ضربتني، هو حتى واحد ما ضاربه. الوالدة عندي عندها 59 عام، راه في قروبات 60 عام، وعندها الأعصاب وعندها هشاشة العظام، ما يمكنش وحدة غادي تهز إيدها على قيد، وهي أصلا عندها مرض نفساني، كتخاف من السلطات، وكتخاف من الناس، ما عندهاش مع الأماكن العمومية، كتخاف من الناس. يعني مرة مريضة نفسانيا غادي تجي تبدا تهز إيدها على مسؤول، راه ما يمكنش. وهو جايب معاه مخازنية، جايب معاه المرود ديالو، جايب معاه جدارمية، هي غتغلبهم كاملين وغادي تمشي هي تضربو، راه ما يمكنش هادي، راه منطقيا راه ما غاديش تقبلها العقل. صافي ماما طاحت تمايا، هو خرج بدا كيغوت، مشى ركب في طوموبيلته، قال لينا، قال هادوك السلطات ديالو، قال لهم غير خلوها تمايا، راني غادي نرجع ليهم. قال لي بحال هكا، غير خلوها تمايا، راني دابا غادي نرجع ليهم. مشى ركب في طوموبيلته، صحيح فصيح ما فيه لا ضربه لا والو، الناس كلهم حاضرين بانه ما جات هنا لا لابيلانس، ما هزتو حتى شي حاجه. ركب في طوموبيلته، تبعو السلطات ديالو، شوف هو يا فين مشى، ركب مشى لشي بلاصه جات ليه لابيلانس، هزتو لابيلانس، مشى دار سيرتيفيكا فيها 21 يوم، هو ما مضروب ما والو، والسيرتيفيكا فيها. احنا اليوم في منطقه العكارطه، وبالضبط على انقاض المنزل، ما يسمى بالمنزل اللي السيده كانت قررت انها يعني تعيش ما يسمى بالحياه الكريمه كمواطنه في هذه البلاد، من بعد ما جاء القيد ديال هذه المنطقه وقرر راي اخر، قرر انه يهدم لها البيت ديالها ويزج بها في غياهب السجون، رغم انها سيده كبيره في السن، ارمله، تعاني من عده امراض. يعني ما عرفش انا هاد القيد هذا شنو المنطق اللي اين منطق كيستعمل، منطق ربما ديال انه بغى يزج بالمنطقه اللي اصلا كتعرف احتقان، بغى يزج بها الى مزيد من الاحتقان ومزيد من يعني الرجوع الى يعني الصراعات الخاويه. احنا من هذا المنبر كنطالبوا بالافراج على هذه السيده، لانها الذنب ديالها الوحيد انها بغات تكون مواطنه في هذه البلاد. درنا لها سيرتيفيكا بانها طايحه على ظهرها، وبانها وقع عليها مشكل هنايا، ودرنا شكايه. جينا هنا النهار الاخر مشينا ثاني، رجعنا باش ندفعوا الشكايه ديالنا. بداو كيصونوا لينا جدارميه، صونات لينا اختي، جاوا لينا جدارميه حتى لهنايا، هو داير بينا شكايه باننا حنا ضاربينه، وحنا راه حنا ما مسيناوش.
وصلوا علينا جدارميه للمحكمه، وصلوا علينا جدارميه للمحكمه، هزونا من تما، وحنا ما دفعنا لا شكايه لا والو، مازال دفعنا عليهم مازال ما شديناش الرقم ديال الملف. صافي شدونا تما هودونا بيتونا في سميتو بيتو ماما في عند جدارميه في الكاب. صافي النهار الاخر دفعونا للوكيل، هو داعينا باننا حنا ضاربين وداير سيرتيفيكا، وسيرتيفيكا كتعطي غير الا كان مضروب بنادم نيتو فيه الدم 21 يوم، هو ما وقع عليه والو. هو الناس شافوا بانه خرج خرج من عندنا سيق طوموبيلته، واش اللي مضروب غادي يسوق طوموبيلته؟ مشى سيق طوموبيلته، الناس كلهم حاضرين ليه بانه سيق طوموبيلته ومشى. النهار الاخر جا ما وقع عليه حتى شي حاجه، لابس اللبسه ديالو وجاي مع القوات ديالو ودفع هذا الشيء كامل بالتراكس ديالو. شكون هذا اللي عطاه السيرتيفيكا فيها 21 يوم وهو ما مضروب ما فيه دم ما فيه حتى شي حاجه؟ هادشي راه ماشي معقول، الناس كلهم حاضرين وعارفين وشايفينه بانه مشارك في طوموبيلته، ما جات لا لابيلونس لا ما مضروب ما والو، وشافوه الناس ملي جا النهار الاخر صحيح فصيح جريه بهادشي كامل. حاليا السيده راه معتقله، والسيرتيفيكا ميديكال اللي داير هو فيها 21 يوم كيتحايل على القانون. الغد اللي جا حاضر يعني مواطن عادي، نفس افكار خبيثه عند هاد الناس، واعوان السلطه راهم كيبنيو، اصدقاء ديالو كيبنيو. اذا بالنسبه ليها هي السيده حاليا باقا في الاعتقال، والسيرتيفيكا من اللي دار هو ثابته بانه عنده 21 يوم الغد اللي كيحضر، هذه راه يكفي، راه صافي. هاد الناس راه وصلوا للقمه ديال الخبات، خاصنا نشوفوا شي حل مع هاد الناس. السيده حاليا معتقله ومكرفسه، وليداتها راهم ما عندهمش حتى فين يسكنوا، راهم كيباتوا في الظلمه وفي في في الخلا الجيران، واحد يستقبلها شحال يستقبلها 10 ايام 8 ايام، هادشي اللي كاين. واش هاد الوليدات انا كي غندير لهم؟ ديروا لهم شي حل، دوهم للخيريه اولا ديروا لهم محل اولا ديروا لهم بيت، سكنوهم، راهم ولاد الدوله. واش يمكن مع واش هذا؟ واش هذا حق؟ واش هذا قانون عباد الله؟ واش هاد المعاد الوليدات كي غندير لهم انا دابا؟ كي غندير لهم؟ يلا وروني وروني، ديروا لي شي حل لهاد الوليدات، كيفاش غادي ندير لهم انا؟ لكم نتوما اعوان السلطه وعارفين القانون ولاد القانون ولاد الدوله، واش الدوله قالت لك ريب اليتامى ودار محالهم اللي هما متقرفين فيه؟ الدوله قالت لك ريب لهم محالهم عباد الله؟ واش هاد الدوله قالت لك ريب لهم محالهم؟ هاد الوليدات انا كي غندير لهم؟ يلا اللي بقاو مشردين في الزنقه، قولوا لي يا امارين القانون امارين السلطه امارين اي حاجه والمسؤولين، هاد الناس خاصو ضروري يتبنى لهم هاد المحال ديالهم فين يسكنوا، راه ما عندهمش فين يسكنوا، فين غيسكنوا؟ راه ماشي حق ماشي قانون. عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك، خاص هاد الوليدات يدار لهم حق، ما يبقاوش مشردين في الزنقه. والسلام عليكم. حنا ساكنين دركا غير عند خالي، ساكنين دركا عند خالي، خالي دابا شحال قدو يبقى شادنا ملي ريب لينا حنا دركا؟ شحال قدو يبقى شادنا؟ غيشدنا سيمانه جوج سيمانات 20 يوم كاع الى طول، ما غاديش يقدر يشدنا. نبقاو حنا دايعين من هنا لهنا لهنا لدار لدار لدار، حيت ممنوع البنيان وممنوع الرخصه وممنوع البنيان العشوائي، راه ما يمكنش هذا الشيء، ما يمكنش. ما طالقينش الرخصه للبنادم يخلوه يبني بنيان عشوائي، واش بيت هو اللي غادي يخسر لهم هما الهيكله ديال هذه المنطقه؟ هو راه ولا داير في راسو باغي يرجع للعهد ديال الاستعمار. راه الناس كلهم مضرورين ومقموعين من نهار جا هذا القيد هنايا، وما راه الا سولتي ودستي على الكارطه كامل على هذه الجماعه غادي تلقى المخير هنايا مضرور من جهته. واش الناس من نهار جا هذا القيد والناس في المجاعه، معلميه ما بقاو كيخدموا، الناس ما بقاو كيخدموا، كلشي هنا مضرور كلشي هنايا مقموع، راه ما يمكنش هذا الشيء، هذا راه ظلم، راه ما يسكت عليه حتى شي واحد. وإلا كنا حنا هضرنا راه شحال من واحد باغي يهضر وما قادرش حيت خايف. حنا نقدر، حنا جاتنا الشجاعة وهضرنا على حقنا، وإني هنايا راه لاكارطة شوف هي شحال فيها من قرية، هاد الجماعة كلها خايفين يهضروا على حقهم، خايفين حيت مقموعين. هاد الموضوع هذا يئسنا حنا لا من القانون ولا حنا 15 عام وحنا ممنوعين من الرخصة تاعت الإعمار تاعت البني، ماشي يالله عشنا هاد الحالة. المشكل الاول عندنا مع رئيس الجماعه وهو استاذ القانون، ورحبنا به من يترئس هذه الجماعه القهويه.
ملي دخل لهاد الجماعه وهو حنا عايشين فساد اداري. الناس كتعطيها غشوه على الماء، الناس كتعطيها غشوه على الضوء، الناس كتعطيها غشوه باش تبني. واحد الحاله يرتلها تنهبت الاراضي تاع الجموع، ولكن كيف ما قالوا زينه وتزادها حب الشباب. ما بقاش لينا رئيس الجماعه، جانا هذا القيد متجبر ديكتاتوري بحال قلتي الحجاج بن يوسف، شي ديكتاتوريه ما اتى بها زمان بحال داك الشيء تاع الاستعمار. هاد الشيء اللي كنا عندنا كنعيشوا في واحد الحاله يرتلها. هاد البني هز واحد 70% ولا 80% تاع الناس اللي كتعمل، كيعملوا الناس البنائين، العمال، اصحاب الكاميوات، موالين الكلاسي، الناس اللي تهبش نطافي، واحد 80% ولا 90% اللي عندنا تاع البطاله كيف ما كتشوفوا الارض ديالنا عاصفه. قلنا بان هاد الديور اللي مبنيين في الجماعه ديال اير كاملين كلهم مبنيين بدون ترخيص، ونتحدى شي واحد اللي غيقول لي غادي نمشي لشي دوار من شي بلا ولا شي دائره ويقول لك بان كل شي الديور مبنيين قانونيا وعندهم البلان. حنا اصل البلان اللي كيهضروا عليه باقي ما شفناش، 20 سنه وحنا كنتسناو في البلان، وكاين اللي ولد ولده ولات عنده 20 عام وبغى يتزوج وخوتو جايين طالعين وباقي ما كاينش بلان وباقي ما لاقيش فين يسكن. هذا هو السبب الرئيسي اللي خلى الناس ما كيلقاو ما يديروا، كيجيب بريكات كيبنيهم. وإلا لاحظتوا هاد الناس راه ماشي كيجلجوا ولا كيديروا الزواق ولا كيديروا القبس، راه كيديروا غير البريك. ها هو كتشوفوه، يعني ملي كدير بحال هاد البريك وكتسكن فيه راك ماشي واحد الانسان اللي كتقلب على الرفاهيه، يعني راه واصله فيك العظم وباغي غير تستر. خدامين اللي خدامين الكبار خدامين معاهم الصغار، كترزقوا الله على والديهم وعلى وليداتهم. البلاد تعرات وتحفات بالمعنى الكلمه. هاد السيد راه جار علينا بزاف بلا معنى. انا بصفاتي دخلت عنده ما ندير شكايه، قال لي سيدي على الجدارميه. علاش نمشي على الجدارميه هو اللي خاصو يدير لي الشكايه هو اللي خاصو يحكم ليا من بعد اللي نوصل الجدارميه؟ علاش؟ غير ما مره اشرنا الى بان جماعه اير تعرف اشكال عويص وخطير وسطرنا على ذلك مرتبط بالتعمير. يعني الحق في السكن الذي يكفله الدستور في الفصل 31 منه يعني مغياب بحكم ان الناس تعاني باشكال كثيره في هذا الباب. والسيد العامل دعا غير ما مرة الى تبسيط المساطير ونهج مقاربه الاداره المواطنه والمرنه، وهذا لم نلمسه اكيد في جامعه اير. ربما يعني الدوله تدخل الدوله وهيكلته القطاع خاصه ان الوعاء العقاري سلالي في غالبيته، يعني هذا يحتم تدخل يعني مستعجل الدولة أولا مواكبة للمجلس، وكذلك على مستوى السلطة المحلية نريد مقاربة مرنة مواطنة. أكيد لا نريد صدامات ربما تعطي طابع يعني غير مشرف، يعني نريد إدارة مواطنة وأن يعني نذهب بهذا الموضوع إلى مستوى الحلول. حنا كنطالبوا بمنا تخرج حيت هي ما دايره والو وداخله غير دور، داخله غير دور، ما دارت لي والو، ما ضربت تما والو، مجد الله ما الله ياخذ فيها الحق. هذا راه ماشي حق بان واحد يريب لوحده مرا، يعني ارمله ما عندها حتى واحد اللي يوقف معاها وريب ليها ويدخلها للحبس. علاش؟ حيت هو قيد. واش حيت عنده مكان في السلطه يعني يريب لوحده ما عندهاش؟ مسكينه، راه ماشي حق، هذا راه ظلم. راه كاع بنادم راه حاضر ديك الساعه، راه ظلم. هذا الشيء اللي كاين وصافي، راه ما كتشوف هذا الشيء. كنت اسفوا على الحاله اللي وصل لنا، حنا وصلنا ليها في الدوله هذه. انا ما يمكنش ان واحد السيده كانت ساكنه في كاف، ساكنه تحت الارض، فجاه قررت على انها تولي مواطنه وتسكن فوق. هذا القيد يمكن ما بغاش تولي مواطنه ولا بغاها تبقى دائما لتحت، تحت من ضالة، تحت من صباط، المهم خاصك تبقى لتحت. ما يمكنش ان واحد السيدة عندها بنيات انت مقلل من 20 سنة تريب لهم الدار. كاين القانون، كاين جو كخوا كاين واحد الحاجة سميتها روح القانون، خاصها تطبق في هذه الحالة. السيدة راه كتشوف راه عندها ميم 20 ولا 25 متر وباغا تبني بيت. واش دابا الدولة قوانينها أجهزتها بكل ما فيها ما قادراش توفر السيدة بيت فين تستر هي وبناتها، وفي الاخر جاو ريبوا لها. لا يسعنا القول إن اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر.